يستمتع سكان هايتي سنوياً في يوم رأس السنة بحساء تقليدي يحمل اسم جومو، يجمع بين اللحوم والخضروات والمعكرونة والقرع، إذ يرمز الطبق إلى استقلال البلاد بعدما كان ممنوعاً تذوقه في الماضي على العبيد. هذا الحساء الذي أدرج أخيراً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي كان لفترة طويلة مرادفاً للقمع في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي، إذ كان عبيد كثر يمنعون من تناوله رغم أنهم كانوا يزرعون القرع الضروري لإعداده مع حصر تذوقه بأصحاب المزارع الفرنسيين. Moins sous le jour représente liberté. C'est symbole liberté, c'est symbole l'amour, l'union, fraternité et c'est indépendance non parce que les vins ben à chaque fois que nous boel ça nous suppose ça suppose de maintenir dans l'esprit que nous sommes libres. وقد بذلت بعثة هايتي قصارى جهدها لإدراج هذا الطبق على القائمة وطلبت تسريع معالجة الملف في آب أغسطس. في 16 من كانون الأول ديسمبر نال الطبق أخيراً الاعتراف المطلوب.